هذه الانطلاقة الرائعة في ميدان الوثبة في هذه الانطلاقات الشوط الثالث عشر الذي أعلنت بداية انطلاقته مع الأبكار المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ الذي تشك كلت في ألوانها بهذا المساء الجميل، بهذا التألق الجميل، بهذه الأثار الجميلة. مثير من حقق أثارة التوقيت في هذا المساء وحدث في مثل هذا اليوم بالتوقيت الزمني لمثير الذي حمل الشعار الأحمر شعار هجن الرياسة وقدم توقيت زمني 7:08.05 من الثانية، وهذا هو أمام سيدة القنوات شاشة أبو ظبي الرياضية في هذا الحدث الكبير بتضمير المتألق والمستحيل وكل لقب ينطبق يا بالسم على هذه الإنجازات الرائعة. عموما على كل حال ندخل في عمق هذا الشوط الذي انطلق ونتابع هذه الدانات الأصيلة. نسير مع المركز الأول مع الانطلاق الأول والهملولة على مقدمة الشوط من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي يقودها في التضمير، بينما المركز الثاني تتواجد في الشاهينية كذلك من هجن الرياسة وهذا المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري على ثاني المراكز. والمركز الثالث جبارة تاتي في المركز الثالث تعود ملكيتها لسمو شيخ هيان بن ذياب بن سيف آلن هيان ويضمرها الصادق فضل الأمين، بينما المركز الرابع تتقدم في شديدة تعود ملكيتها لسمو الشيخ سلطان بن زايد آلن هيان أحد شباب أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقدم هذه النوعية الرائعة، بينما المركز السادس تقدمت هملولة على سادس المراكز من هجن الشيحانية يضمرها محمد بن خالد العطية، والمركز السابع هناك من الجانب الآخر مشاهدينا السعدية أيضا في هذا المنطلق وصلت الوجبة من هجن الشيحانية ويضمرها سالم بفاران المري من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. أما المركز الثامن فتتواجد في مشاهدي العزاء هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز التاسع من حاف من هجن زعبيل يقوده في التضمير الذي يقدم من حاف مشاهدينا أحد شبابنا وهو راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. وعاشر المراكز تتواجد في المركز العاشر مشهورة من هجن الرياسة يقوده في التضمير مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. هذه العشر المراكز مع شعارات أصحاب السمو الشيوخ مع أسمى الأخوة المضمرين عمالقة التضمير الملتقى في ميدان الوثبة رائع وجميل للقاية في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الجميلة. يا سلام ما شاء الله اللقاية طيور طائرة تنطلق على المقدمة أرضية الميدان تهتز شوقا واحتراما لهذه السلالات بل لهذه الشعارات في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام هملولة على مقدمة الشوط تقود المشاركات بجدارة. هملولة على المركز الأول تحمل الشعار الأحمر الخطر علي بن يميل الظافر يقودها في التضمير، بينما المركز الثاني الوجبة هناك تندفع في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز الثاني من هجن الشحانية يضمرها مشاهدينا العزاء سالم بن فاران المري الذي يقود التضمير، بينما المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات وتاتينا الشاهينية من هجن الرياسة هناك راشد بن محمد بسم المنصوري يقود في التضمير. تحرك من المركز الرابع
الرابع وهي الدوحة. الدوحة تقدمت من هجن الشحانية يضمرها محمد بن علي بن حلفان المري. هكذا مشاهدين العزاء الأربع المراكز الأولى والمركز الخامس تقدمت هملولة لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. ولكن خلونا مع الرقص مع هذا الانطلاق مع اللقاية ما شاء الله تبارك الله على هذا الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة والمنصة وخط النهاية والزعفران. الله يا سلام. شوف هناك مشاهدين العزاء تسيطر اللي على المركز الأول تتقدم هملولة وتأتي هناك مشاهدين العزاء الشاهينية 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 وهملولة. الأحمر خطر الأحمر خطر دائما بهذه الانطلاقات بهذه التحديات ما شاء الله على هذا الرقص. هملولة هملولة مسيطرة هملولة من هجن الرياسة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الثاني الشاهينية كذلك بنفس الشعار ولكن هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري في التضمير. خلاص هملولة هملولة ظفر الظافر بناموسي هذا الشوط. هناك تضاف النقطة الثامنة في هذا المساء لهذا الشعار شعار هجن الرياسة. تهانينا على فوز هملولة تهانينا العلي بن يميل الظافر بهذا الأداء بينما شاهينية في المركز الثاني من هجن الرياسة بينما المركز الثالث من هجن الشحانية الوجبة والمركز الرابع لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم والمركز الخامس أيضا من هجن الشحانية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الشوط الذي حمل لنا الأثار الجميلة والتنافس حتى الأمتار الأخيرة ولكن هملولة تمكنت بالأداء الجميل وبالفوز وناموس في هذا الشوط لتكمل هذه الأمسية الرائعة بإنجازات هجن الرياسة والشعار الأحمر الذي يأتي بالتألق الجميل دائما في هذه الانطلاقات. هذه هملولة على شاشة التلفزيون شاشة أبوظبي الرياضية سيدة القنوات. توقيتها الزمني 7:26 وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة كذلك التهنية موصولة للظافر علي بن يميل الوهيبي. الشاهينية كذلك قدمت أداء جميل 7:29 وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة التهنية موصولة لراشد بالسم المنصوري بينما المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث هملولة قطعت المسافة في 7:34 وجزئين من الثانية. تهانينا لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد. هكذا تهانينا والناموس. التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في الإثارة.